أعزائي الطلبة، أسعد الله أوقاتكم. اليوم إن شاء الله بدنا ناخذ درس الثقافة المالية يتعلم الادخار. الدرس الأول صفحة 57. لو جينا على مفهوم الادخار اللي كنا تقريبا بنعرفه، الادخار ماذا يعني؟ هو توفير بعض المال لسد الرغبات أو حاجات مستقبلية. بمعنى آخر إنه بنشيل أو بنخبي بندخل جزء من المال اللي بيكون معنا، بنكتسبه من وين؟ بنكتسبه إما من مصروف من الأهل، مصروف الشخصي، ممكن أي تجارة أنت بتكون فيها، أي عمل تبيع أشياء من ثمن تلزمك. هاي الأشياء اللي بتكون فائضة عن حاجتك المستمرة. الحاجة المستمرة زي شو؟ الشيء اللي بتشتريه مثلا داخل المدرسة. طبعا هذا التعريف بيختلف من شخص إلى آخر. احنا بنتحدث عن تعريف كطالب مدرسي. الطالب المدرسي معروف شو احتياجاته واهتماماته، المصروف الثابت اللي له. بعد ما نيجي نحكي انه بدنا نوفر بعض المال لشراء او لرغبات او حاجات مستقبليه، بدنا نحدد ما هي الاشياء او ما اهميتها بالنسبه لنا. عندنا خمس اهميات وخمس درجات للاهميه. اولاها اللي هي الاهم. الاهم معناته انه هاي المرتبه الاولى بالحاجيات او الرغبات الاولويه. الاشي المهم هو المرتبه الثانيه، ثم متوسط الاهميه المرتبه الثالثه. ياتينا الاقل منها هو قليل الاهميه، يعني انا بحاجته بدي اياه ولكن عدم وجوده ما بضرني، او ممكن في المستقبل البعيد اني اجده، وهو ما يسمى قليل الاهميه. ناتي الى عديم الاهميه. هاي اللي هي المرتبه الخامسه من الترتيب او السلسله، اللي هو عديم الاهميه. لو جينا بدنا نوقف عندها شوي، اللي هي مثلا اشياء لو ما كانت عندي نهائيا ما بتضر، او انه بالمدى البعيد ما امتلكتها او ما كانت عندي ايضا ما بتضر. كطالب لو جينا حكينا شو هي الحاجيات او الرغبات الاولى او الاهم اللي ممكن انت بدك اياها، طبعا تختلف من طالب الى طالب. بعض الطلاب ممكن يقول بدي انا كمبيوتر متطور حديث، ممكن بدي شاشة كمبيوتر أو بلاي ستيشن. هاي بالنسبة له أهمية. في بعض الناس ممكن إنه بده دورة إنجليش أو دورة فرنسا أو دورة إسباني. هاي أشياء هو بفضل إنه بدي أخذها. وترتيب هاي بين طالب وطالب تختلف. المهم اللي هو شيء مهم انه يكون عندي انا برضو الاهم حددته. الان مهم اشياء مهمه تكون عندي، مثلا بدي طاوله رسم مهمه بتكون عندي لانه انا موهوب بالرسم، فانا بدي طاوله رسم. عده اشياء ممكن انه الواحد يرتبها حسب طالب وأدبه. بالنسبة لمتوسط الأهمية، متوسط الأهمية يأتي بدرجة المنتصف. بدرجة المنتصف وهي ترتكز على أشياء كثيرة، وممكن هون الطالب يكون بحيرة بالأمر. الأشياء اللي تكون أنت في حيرة بالأمرك فيها هي الأشياء التي تكون متوسطة الأهمية، يعني هل أنا بدي إياه أو ما بدي إياه؟ هل هو مهم اني اجيبه ولا مش مهم؟ اجيبه الشهر هذا ولا الشهر اللي بعده؟ كل هاي الامور تختلف من طالب الى اخر. اشياء متوسطه الاهميه ممكن انه لو بدنا نيجي عندنا نحكي اشياء كماليه، هي الاشياء الكماليه. مثال عليها طبعا كل احنا اللي بنحطه حكينا من بدايه الدرس انه امثله، ممكن انه تكون بين طالب وطالب تختلف. اللي انا بعيدها متوسط الأهمية تكون بالنسبة لطالب آخر هي ذات أهمية كبرى أو مهمة. متوسطة الأهمية ما
ملابس رياضية، أشياء رياضية تخص الرياضة، كرة إلى آخره، قليلة الأهمية. هاي الأشياء قليلة الأهمية يعني أشياء مش لازمة، ممكن إنها أو مش لازمة بالوقت الحالي، ممكن إن الاستغناء عنها بحصلها من زميل إلي، بحصلها من أخوي، بستبدلها. لو جينا إحنا في فصل الشتاء أو جينا حكينا أشياء قليلة الأهمية، بدي مثلا قطعة رأس قليلة الأهمية، لو في معي إنه بجيبها. نيجي للأشياء عديمة الأهمية. عديمة الأهمية ليست فاقدة لأهميتها، إنما تأتي بمرتبة أخيرة. هاي الأشياء اللي مثل عديمة الأهمية أو اللي بنرتبها بالتصنيف الأخير، لو جينا حكينا مثلا بدي أشتري كاسات، مثلا كاسات بلاستيك، ليش بدي أخذها على المدرسة أشرب فيها؟ لما تسيب أو إذا ما أمنتها بتلاقي أنت معك مطرتك المية الخاصة، بتلاقي بتوفر في المدرسة مثلا كاسات مي، فهي عديمة الأهمية في الوقت الحالي أو ذات أهمية منخفضة. نرجع بنقول إنه تختلف ترتيب هاي الأهميات، هاي مجرد أمثلة، ترتيبها يختلف بين طالب وآخر. الادخار، أسباب الادخار الثلاثة اللي هي تعد استخدام شخصي وطوارئ غير متوقعة والفرص المستقبلية. لو جينا لكل واحد، الاستخدام الشخصي هو ما قد شرحناه قبل قليل بدرجة الأهميات، وإنه بدي أصرف أنا مصاريف الادخار على هاي الأشياء، ممكن على ملابس، ممكن على حذاء، ممكن على مستلزمات رياضية، أشياء ترفيهية، خروج مع زملائي، خروج مع أصحابي. هاي الاستخدام الشخصي اللي بشتري حاجياتي بصنفها، ممكن تكون حاجات أو رغبات. الشق الثاني منها الطوارئ غير المتوقعة. يقصد بالطوارئ غير المتوقعة، وهاي ممكن إنه يعيها الكبار، ممكن والدك يكون مدخر جزء من المال لو أن يصرفه، مثلا تعطلت أي جهاز كهربائي لا يمكن الاستغناء عنه، تعطلت الثلاجة في المنزل أو الغسالة، هاي تسمى طوارئ غير المتوقعة. إنه بدي أروح أشتري ثلاجة أو بروح أشتري غسالة، تعرض أحد الأبناء لمرض، لحالة مرضية، أو الزوجة لعملية، أو أحد الأبناء برضه لعملية، هاي تسمى طوارئ غير متوقعة. خربة سيارة البيت، سيارة العائلة، أو تعرضنا لحادث، برضه بنروح ناخذ من مصاريف الادخار، لا تسمى طوارئ غير متوقعة. إذا ممكن هاي الاستخدام الشخصي شرحناها، الطوارئ غير متوقعة ممكن أن تكون الحالات المرضية، ممكن أن تكون أعمال ميكانيك للسيارة، ممكن أن تكون تبديل أو إصلاح جهاز كهربائي وغيره من الأشياء. في الشق الثالث منها من الأسباب اللي هو الفرص المستقبلية. ماذا نعني بالفرص المستقبلية أو كيف نستغل هاي الفرص؟ الفرص المستقبلية تعني إنه أنا بدي أمن حياتي مثلاً لقدام، بدي أجيب مثلاً، بدي أشتري سيارة، بدي أشتري بيت. هاي الادخار اللي هو للأشياء اللي قدام. أنا طالب جامعي وبحلمي إني بدي أشتري بيت، بدي أتزوج، بدي أشتري سيارة، بشتغل وبدخر جزء من المال لحتى إني أقدر أعمل هذا الشيء. ممكن تكون اللي هي مثلاً لو حكينا شراء سيارة، اثنين شراء منزل، ثلاث ممكن اني بدي اقوم بتجارة،
أو بدي أفتتح مشروع خاص. هاي هي اللي يقصد فيها الفرص المستقبلية. ويأتي أيضا كثير يعني شرح بالنسبة للفرص المستقبلية والطوارئ المتوقعة. كلنا يعني بس نعرف أن الموضوع بيندرج تحت هاي الأشياء فبخطر ببالنا أشياء كثير. بتمنى أنه لهون تكونوا أنه استوعبتوا الدرس وأخذنا مفهوم الادخار وعلى شو أنه ممكن ننفق حاجياتنا وإيش أهميته. نأتي للشق الأخير من الدرس اللي هو أهداف الادخار. أهداف الادخار، أهداف الادخار أيضا والتي تقسم إلى قصيرة المدى. قصيرة المدى يعني لا تتجاوز الست شهور، أقصى مدة للهدف اللي أنا بدي أحققه من عملية الادخار في قصير المدى لا يتجاوز الست شهور. ممكن يكون فقط أسابيع، أسبوعين، ثلاث، أربعة. بداية الشهر لما بنجح بأشهر مدته شهر، شهرين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة. لا يتجاوز مدة ست شهور الهدف قصير المدى. شو يعني الهدف قصير المدى أو هدف الادخار؟ أنا بدي أدخر بسبب استخدام شخصي أو طوارئ أو فرص مستقبلية. هاي الأشياء لاستخدام الشخصي لما أنا حكيت بدي أشتري إشي بدي أضع هدف إنه أنا بدي أحوش أو بدي أدخر مثلا مبلغ دينار كل يوم بشهر بيطلع لي مثلا 30 دينار. أنا بدي أدخر لمدة 3 أسابيع مثلا 21 يوم، بدي أدخر لمدة أسبوعين مثلا 15 دينار. المبلغ اللي أنا بكون مقدر قديش بيطلع بدي أعرف شو بدي أشتري فيه. هيك بكون هدفي إنه أنا بدي أدخر لمدة أسبوعين أو لمدة شهر حتى أشتري الشيء المعين أو الحاجة المعينة. هاي الأهداف قصيرة المدى. الأهداف طويلة المدى والتي تأتي اللي هي على الفرص المستقبلية. طويلة المدى مرتبطة بالفرص المستقبلية لأنه بتكون عبارة عن سنوات. في بعض الناس بتلاقيه بيدخر لحاله أو بيقوم بعمل جمعيات، هي جمعية بتجمع فلوس وبتاخذها كل شهر شخص معين، تستمر من عام إلى عامين إلى ثلاث وبكون مبلغها جيد. هاي الأهداف طويلة المدى إنه لابد أنا مثلا بعد سنتين أو ثلاث بدي أشتري سيارة، بعد 5 سنين بدي أدفع دفعة منزل أو أشتري منزل، بعد سنتين أو ثلاث أو أربعة بس أخلص جامعتي وأشتغل بالسوق شوي بدي أفتح تجارة خاصة أو مشروع خاص. هاي اللي هي طويلة المدى والتي تزيد عن 6 شهور أو سنة وتستمر لعدة أعوام. لكن بنوه إنه لما نحكي طويلة المدى ما أكيد ما راح تكون عمرها 20 سنة أو 30 سنة أو هيك. طبعاً في ناس ممكن إنه يدخر في هاي الأمور، لكن خلال هاي الفترة الطويلة أكيد بمر معاني تغيرات بترى علينا إنه بدنا للاستخدام الشخصي، بتزيد مسؤولياتنا، بتزيد القدرة الشرائية مثلاً. بالنسبة للطوارئ غير متوقعة ممكن يظهر لنا حالات متعددة تسحب من هذا رصيد الادخار. فأنا بتوقع إنه يعني ما طويلة المدى ما لازم تتجاوز 6 سنوات بأعلى تقدير أو 5 سنوات الإنسان يكون طموح ويحقق أهدافه بسرعة. أنا بتمنى على طلابي الأحبة وجميع الطلبة اللي يشاهدوا الفيديو إنه في أمام أوراق عمل ونشاطات صفحة 57 وصفحة 58 أيضا يمكن أن نحلها ونكتب أسباب الادخار بالنسبة لكل طالب.
من ثم بنراجع على المربع اللي هو ما تعلمناه اللي فيه ملخص الادخار، وهي شيء مهم، وأسباب الادخار الثلاثة برضو مهم، ونعرف اللي هي الأهداف قصيرة المدى والأهداف طويلة المدى. ثم نقوم بحل الأسئلة اللي هم صفحة 64. شاكرا لكم حسن استماعكم، وأنا برضا